بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه جاتني من شخص أرسلها لي صوتي. القصة حدثت في العراق. هذا رجل كبير في السن في الموصل وجاء عند سكة القطار. قصة قديمة يمكن لها 30 سنة أو شيء زي كذا. سمعت يا أبو عايض ولا هم الحاضرين يوم جاء الشايب هذا بيركب القطار ولا ما معه فلوس ولا ما معه تذكرة، وقابله الكمسري حق القطار قال وين رايح؟ قال بروح لبغداد. قال معك تذكرة؟ قال لا. قال ما تركب يا ابن الحلال. قام يعافر فيه ويروح العربة الثانية ولا راده الكمسري الثاني. يوم جاء بيرجع ولا في اثنين عسكر مكلبشين لهم رجال بيركبونه القطار، وشافه الشايب اللي ينتقل من عربة لعربة. واحد من العسكر جاء وقال له انت وين رايح؟ قال رايح لبغداد. قال ليش ما ركبوه؟ قال ما معي قيمة التذكرة. قال ايش رايك نكلبشك مع هالسجين ونركبك معنا القطار؟ المسجون اللي مع عسكر يسمحوا له يركب مجانا. قال ما في مانع، ويمد يدينه ويكلبشونه الرجال ويركب هذا الشايب مع السجين مع اثنين العسكر في القطار، ويجون في هاك العربة هم قاعدين قدام والسجين وخوينا الشايب مكلبشين على مقابلينه، ويتحرك القطار 6 7 7 ساعات 8 ساعات. المهم هذا اللي ينعسون يقومون، هذا يلعب بالمفاتيح العسكري، هذا يلعب بالكلبشه. وصلوا بغداد. يوم جو ينزلون يبون يفكون كلبشه الشايب يروح، ما لقوا المفتاح. اثر المفتاح من كثر لعب العسكري طاح في القطار. هذاك مفتاحه معهم السجين. يا من شراء له من حلال. يقول الشايب هذا يفكك يحاول، قال ما في الا حل واحد، نروح للشرطه ونسلم السجين اللي معنا الحقيقي للشرطه، وانت نطلع الحداد ويكسر هالكلبشه. قال على بركه، يوقفون تاكسي ويركبون مع راعي التاكسي ويروحون للشرطه اللي هم المفروض انهم يروحون لها. يوم جو مركز الشرطه قالوا راعي التاكسي اقعد انت وهالرجال مكلبش في السياره، بنودي سجيننا ونرجع. ادخلوا مركز الشرطة وقعدوا، وقع الضابط على استلام السجين وفكوا الكلبشة وسلموه وطلعوا. يوم طلعوا لرأي التاكسي معه، قالوا رأي التاكسي من أهل بغداد ودنا الأكبر أقرب حداد عندنا في هالمنطقة. قال والله أنا ما أعرف حداد في هالمنطقة، أعرف واحد قريب اللي بعيد. قالوا ودنا عنده خلنا نفكها أجر الرجال اللي أبلشنا. ويركبون معه ويركب رأي التاكسي ويتعدى الشارع الأول، يقول نمر على حدادين نبي يوقف. قال لا خلوا نروح الولد عمي، شف أمر الله سبحانه وتعالى. لين وصلوا الحداد هذا. يوم وصلوا الحداد وينزلون الرجال عمره في الأربعينات الحداد ولا معه. قالوا ايش عندكم؟ قالوا والله هذا رجال ركبنا له كلام شو لقينا مفتاح والحين نبي تكسرها. الحداد يوم فك الحديدة وشاف ظهر يد الرجال لقى فيها دق وشم، عرف الرجال. قال انت من الفلاينة؟ يعني العرب الفلاينة. قالي ايش دراك؟ قال الوشم واضح. انت شو اسمك؟ قال اسمي هالحين ما بعد فك الكلام. قال اسمي فلان بن فلان الفلاني. قال انت فلان؟ قالي. قال هو يلقطه يا ولد. قال والله ما فكك الا في الشرطة، والله ما فكك الا في الشرطة، والله العسكر سواق التاكسي ولا يا ولد ايش فيك وش فيك؟ قال هذا ذابح ابوي قبل 35 سنة ومنحاش وانا ادوره. يا ابن الحلال. قال والله ما فكك الا في الشرطه. يا الله. ويرجعوا ثاني مره لمركز الشرطه ويتهمه ويعطيهم اسمه ومعلوماته، وقال موجود عندكم في الضبط الرجال هذا ومنحاش مخفي اسمه. والله ويبحثون في المستندات وفي دفاتر السجلات، ولا والله في قضيه مفتوحه والى الان ما لقوا القاتل، والرجال هذا هو اول واحد متهم ورايح ما يدرون عنه من المنطقه اللي هو فيها. ويوم حققوا معه وهذا، ولا والله الرجال راكبة عليه القضية ذابحين الرجال ومنحاش ورايحين الموصل ولا يدرون. يا الله. قال هو يجي عند ولد الرجال سبحان الله تعالى ويأخذونه ويحكم عليه بالإعدام. وش اللي ركب الكلب شفيده؟ وش اللي جابه عند هالرجال حداد يترك الشوارع كلها حتى يصل هالحداد هذا ولد المقتول وهو اللي يكتشفه؟ من اللي رتب هالأمور؟ من اللي سبحان الله خلاه ما يدفع قيمة التذكرة ويضيع المفتاح في القطار وتجي هالسيناريو العجيب حتى يصل إلى ذباح أبوه؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدم حار القاتل، والله أن يلقى جزاءه في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاكم الله خيرا. كل قتال من الناس له يوم قتيله، كل
بطاح من الناس له يوم بطوح، كل ذباح من الناس له يوم ذبيح. يعني كل واحد ترى بيلقى جزاه، لأنها تدبير العزيز الحكيم سبحانه. الله يعطيك العافية أبو عدزي على هالقصة والرسالة. وصلت الآن أيضا، وصلت 5000 ريال.